السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف انتم المشاهدين ديالنا؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم بغيت نشارك معكم واحد التحليه كتجي رائعه، كتجي لا في المذاق لا في المنظر، زوينه. نتمنى ان شاء الله تجربوها. عندي هنايا نصف لتر من الحليب، عندي هنايا المكسرات، عندي هنايا قرقاع واللوز، وعندي هنايا جوج معالق كبارين ديال الميزينا او النشا، عندي هنايا ثلاثه ديال المعالق كبارين ديال السكر سنيده، هنايا الحلاوه المشاهدين ديالنا على حسب الذوق، وعندي هنايا هاد كوكيز شبيهه ديال الاوريو، نتوما تقدروا تستعملوا اللي بغيتوا، انا بغيت ندير هادي، وعندي هنايا واحد فلان ديال الكراميل. هنايا المشاهدين ديالنا غنجيب واحد الدلاك باش ندير به هاد الكوكيز. صافي هنايا هرمشتوها غير بهاد الدلاك، نتوما تقدروا ديروا الا عندكم الهشوار ولا المولينيكس اللي بغيتو، دغيا كيساعدنا هاد الكوكيز. غير بالدلاك انا درتو، ايوا بقاو معايا تشوفوا الطريقه. صافي المشاهدين ديالنا سيجي القوام ديالها هكا، انا المهم كتعجبني نقلي فيه شويه ديال الطرف هكا باش كيجيو في التحليه ديالنا. داك الكريمه اللي كتكون داخل ديال الحلوه ما حيدتهاش انا، هاد الكوكيز ما نفزقهاش بالزبده، نخليها هكا. صافي دابا نجيو نحضروا الكريمه ديالنا. هنايا نجيب واحد الكاسرونه نديرو فيها نصف لتر من الحليب، ونزيد هنايا واحد الساشي ديال الفانيا، نسيتو ما قلتها لكمش المشاهدين ديالنا باش نسمو بالفانيا، واحد كيس من الفانيا، وعندي هنايا ثلاثه ديال المعالق ديال السكر سنيده، وعندي هنايا جوج معالق كبارين ديال النشا او المايزينا، كنخلطو مزيان هاد المكونات ونحطوهم على العافيه على البوطه، ثم نبقاو كنستمروا ما نوقفوش عليها باش ما تلصقش لينا داك النشا من القاع ديال الكاسرونه، باش ما يتكورش لينا داك النشا المشاهدين ديالنا. صافي ندير نحطو فوق البوطه، صافي ونرجع معاكم حتى يغلي ونرجع معاكم. صافي هنايا المشاهدين ديالنا نعمروا هاد البسكويت في الكيسان، نعمر بهادي باش تعد ليا. صافي نفرشو شويه هنايا، هاد التحليه كتجي زوينه المشاهدين ديالنا، كتجي رائعه، كنبقاو نعدلوها في رمضان هكا للسحور، كتجي خفيفه هكا. صافي نعدلو هاد الكوكيز هكا في القاع ديال الكيسان. انا بغيت ندير هكا طبقه كتبان شويه، صافي هنايا نجيبو الكريمه ديالنا. صافي راه هي ما شاء الله واجده، صافي نكبوها بسم الله. صافي نغطيو داك الطبقه كامله ديال البسكويت، صافي نبقاو نستمروا هكا المشاهدين ديالنا حتى نساليو. صافي هنايا نجيب المكسرات اللي عندي، صافي ندير شويه المكسرات. صراحه هاد لاد المكسرات كيجيو زويونين ولكن اختياريين المشاهدين ديالنا، ماشي ضروري نديرو هاد المكسرات، ولكن مني كنهزوها كمعلقه في التحليه كتجي داك الكرمشه وداك الاخر ديال المكسرات. هنايا شويه القرقع وشويه اللوز. صافي نغطيو هاد الكريمه كامله ونزيدو واحد الطبقه ديال الكوكيز. وما التحليه كتجي زوينه الا عندنا الضيافه كنديروها الصراحه د الله، كتحمل لوجه المشاهدين ديالنا. صافي نزيدو هاد البسكويت، صافي هنايا نزيدو الطبقه ديال الكريمه ديالنا، ما نعمرش الكيسان بزاف، عاد بقات لي واحد الطبقه اخرى. تقدروا ديروا الكيسان اللي بغيتو، ماشي ضروري كان هادو، النوع اللي عندكم في الدار تقدروا ديروه. صافي نخوي هاد الكريمه،
صافي هنايا المشاهدين ديالنا ملي درنا داك الكريمه صافي راه هي دابا نخليها حتى تمسك شويه، ندخلها للثلاجه حتى تشد شويه راسها، عاد ندير لها واحد الطبقه ديال فلان ديال الكراميل وهاد الحبات ديال كوكيز. المهم التزيين اختياري للمشاهدين ديالنا، المهم نخليها حتى تجمد شويه ونرجع معكم. هنايا المشاهدين ديالنا غنديروا الطبقه الاخيره، عندي هنايا الكاس ديال الماء، نزيد عليه واحد فلان ديال الكراميل، صافي هنايا ندير واحد جوج معلقة ديال السكر، هنايا عندي معلقة كبيرة، صافي ونخلط هادشي. صافي هنايا نحرك داك السكر وداك فلان، صافي نرجع دابا ندير هاد الكاسونه فوق البوطه حتى يغلى لينا الاخر ديالنا فلان ديالنا مع الماء ونرجع معكم. صافي هنايا المشاهدين ديالنا صافي خليت شويه ديال بسكويت غنزوق به، صافي نحطوهم هكا في الوسط، صافي نحطوهم كاملين هكا ونكب عليهم داك فلان وداك. بسم الله، صافي هنايا دفيتو شويه ما بقاش سخون حتى بردتو شويه، صدقوني المشاهدين ديالنا هاد التحليه كتجي زوينه ما شاء الله بداك المكسرات، كيعطيو لها واحد اللوغو زوين كانت فواكه الداخل. صافي نخليهم دابا هكا حتى يبردوا شويه وندخلوهم الثلاجه ونتلاقاو في التقديم ان شاء الله. صافي هنايا المشاهدين ديالنا نخليهم هكا يبردوا شويه ندخلوهم الثلاجه، وتبارك الله ما شاء الله خمسه ديال الكؤوس من هادو وخرج ليا هاد الزلافه ما شاء الله، نسيطرو كيخرج ما شاء الله، بقاو معايا حتى يجمدوا تشوفوا الشكل النهائي. هاي المشاهدين ديالنا التحليه ديالنا موجوده، شوفوا ما شاء الله كي جات الشكل ديالها حتى المذاق جات زوينه ما شاء الله. صافي انا درتها بالليل حتى الصبح قدمتها، نتوما ممكن ديروها في الصبح وتقدموها في العشيه. بسم الله نبداو نشوفوا كي جات. بسم الله، شوفوا المشاهدين ديالنا القوام ديالها، شوفوا ما شاء الله كي كتجي كتجي معلكه. نعاود معكم شوفوا ما شاء الله، شتي داك المكسرات كي جات ما شاء الله. المهم داك المكسرات داك اللوز والكركاع كتجي بنينه، نتمنى ان شاء الله تجربوها، المذاق ديالها خيالي، نتمنى ان شاء الله تجربوها. انا داك البسكوي وما درتلاش الزبده خليتها هكاك، ولكن ما شاء الله داك الكريمه تزكات ومع داك المكسرات الكركاع واللوز عطاو لها واحد المذاق خطير. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا في الكومونتيرات، غتعجب لكم ان شاء الله في رمضان هكا الا جا عندك شي ضيف مثلا، نتمنى ان شاء الله تجربوها. ونقول لكم هنايا بسلامه ومع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.